ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة هناخد درس جديد وهو درس الساعة. الأول عايزين نعرف يعني ايه ساعة. الساعة دي كان بنعرفها على انها هي مقدار ما تحتويه زجاجة او كوب او أنبوبة من مادة او سائل. يعني لو انا عندي ازازه ميه مثلا، الساعه بتاعت الازازه دي قد ايه؟ بتاخد ميه قد ايه؟ البيبسي اللي انت بتشتريه بتلاقيه مكتوب على الازازه ايه من بره؟ 1 لتر. يعني الساعه بتاعت الازازه دي 1 لتر. طيب يعني لو انا عندي زي ازازه الزيت، البيبسي، الميه، العصير، خلاص كل دي حاجات عايز اعرف الساعه بتاعتها قد ايه. طيب الساعه دي الاول ليها وحدات، وحدات قياس الساعة. أشهر وحدة عندي اللي هي اللتر. تلاقي كده ما بتشتري العصير من بره أو البيبسي مكتوب عليه من بره 1 لتر، 2 لتر، اللبن برضو نفس الكلام 1 لتر، والملي لتر. لتر وملي لتر. اللتر ده للحاجات الكبيرة، الملي لتر للحاجات الصغيرة. زي مثلا لو هتاخد الدواء، معلقة الدواء دي بقيسها بالايه؟ بالملي لتر. خلاص. طيب لو هاخد مثلا ازازة عصير باللتر. طيب لو انا عندي كوباية مية صغيرة هقيسها بالايه؟ بالملي لتر. طيب انا عندي برضو اللتر ده في وحدة بتكافئه اسمها وحدة الديسي متر مكعب. دي سي متر مكعب بتتكتب كده، دي سي ده اختصارها، وحطوا فيها 3 صغيرة. يبقى اللتر والدي سي متر حاجة واحدة. اللتر بيكافئ الدي سي متر مكعب. طيب الملي لتر بيكافئ الملي لتر وحدة السنتي متر مكعب، وبتتكتب سنتي عادي وفي ايه 3 صغيرة كده. يعني انا عندي وحدات قياس الساعة اللتر والملي لتر. اللتر للحاجات الكبيرة، الملي لتر للحاجات الصغيرة زي معلقة الدواء، كوباية مية صغيرة كده. اما اللتر للحاجات الكبيرة زي اللبن، العصير، البيبسي. خلاص. طيب اللتر في وحدة بتكافئه اللي هي اسمها وحدة الديسي متر مكعب. يعني لو انا قلت لك انا عندي 5 لتر عصير، هي لو قلت انا عندي 5 ديسي متر مكعب من العصير، اللتر هو الديسي متر مكعب. خلاص. لو انا قلت ان انا عندي مثلا هاخد معلقة دواء الساعة بتاعتها 2 ملي لتر، هي لو قلت لك اللي هي 2 سنتيمتر مكعب. خلاص. يبقى انا عندي اللتر بيساوي الدي سي متر مكعب، والملي لتر بيساوي السنتيمتر مكعب. دي هي دي. طيب بنعرف اللتر ازاي؟ كنت واخدين في العلوم الترم الاول ازاي بتجيب حجم المكعب. خلاص. طيب الحجم بتاع المكعب هو لو عايز اجيب الساعه بتاعته، اذا المكعب ده ساعته قد ايه؟ فاللتر كنت بعرفه ان هو ساعه، هو عباره عن ساعه عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 10 سنتي. هو عبارة عن ساعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 10 سنتي، وده تعريف اللتر، ان هو كأنك بتجيب ساعة بتاعت مكعب طول ضلعه 10 سنتي. فبنضرب العشرة في عشرة في عشرة تطلع ب1000 سنتيمتر مكعب، وهو ده اللتر. معنى كده ان اللتر بتاعي بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. اللتر بتاعي بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. طيب الملي لتر تعريفه هو ساعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 1 سنتيمتر. يعني لو انت جبت الساعة بتاعته او الحجم بتاعه 1 × 1 × 1 بيساوي 1 سنتيمتر مكعب. يعني معنى كده ان الملي لتر بيساوي 1 سنتيمتر مكعب. خلاص. طيب
معنى كده ان انا لو عندي عايز احول من اللتر للملي لتر، عايز احول من اللتر للملي لتر، انا عندي قلت ان اللتر بيكافئ الدي سي متر مكعب، يعني انا ممكن احطهم هما الاثنين في دايره واحده مع بعض، والسنتيمتر مكعب بيكافئ الملي لتر، السنتيمتر مكعب بيكافئ الملي لتر، هي ممكن احطهم في دايره واحده مع بعض. انا قلت ان اللتر بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب، وده معناه ايه؟ معناه ان اللتر برضو بيساوي 1000 ملي لتر. فانا ممكن لو عايزه احول من الدايره الاولانيه للدايره الثانيه بعمل ايه؟ بضرب في 1000، زي ما احنا واخدين من الترم الاول ان انا من الوحده الكبيره للوحده الصغيره بعمل ايه؟ بضرب في 1000. طب لو انا عايزه ارجع العكس هقسم على 1000، يبقى انا عندي من اللتر للسنتيمتر مكعب او للملي لتر بضرب في 1000، اما لو انا عايزه من السنتيمتر مكعب او من الملي لتر ليه هرجع ورا للتر او الدي سي متر مكعب بقسم على 1000. حطهم كده في دايره واحده، احفظ الشكل كويس ان اللتر والدي سي متر حاجه واحده، اللتر مع الدي سي متر مكعب والسنتيمتر مكعب مع الملي لتر. عايزه انقل من الدايره دي وحده من الدايره دي هروح للدايره الثانيه بضرب في 1000، عايزه ارجع من الدايره الثانيه دي الاولانيه بقسم على 1000. طيب نشوف كده، بيقول لي اكتب وحده القياس المناسبه، مقدار جرعه من دواء نصح بها طبيب المريض. انا عايز اخد الدواء بتاعي، هتاخد الدواء ده في ايه؟ في معلقه، صح؟ معلقه صغيره. طيب انت ايه يعني المعلقه دي هتبقى باللتر؟ اكيد لا، اكيد هتبقى بالملي لتر. طب ايه اللي بيساوي الملي لتر؟ سنتيمتر مكعب. يبقى انت ممكن تكتب ملي لتر او سنتيمتر مكعب. طيب مقدار ما يملا علبه عصير من الحجم العائلي، علبه عصير عائليه اللي هي الكبيره هتقيسها بايه؟ اكيد باللتر. طب اللتر ده ايه اللي بيساويه؟ ما هو دي سي متر مكعب، خلاص. بس انا بشتري العصير بتلاقي مكتوب عليه من بره مثلا 1 لتر 1.5 لتر، يبقى اكيد علبه العصير هقيسها باللتر. طيب مقدار المياه التي يستهلكها شخص في الاستحمام، وانت بتستحمى هتستخدم ميه قد ايه؟ اكيد مش شويه صغيرين، كتير، يبقى باللتر. طيب كميه المياه التي يذوب بها دواء في شكل بودره، الميه اللي هتذوب فيها الدواء هتبقى قد ايه؟ الميه اللي هتذوب فيها الدواء هتبقى حاجه بسيطه، فهتبقى اكيد بالسنتيمتر مكعب. طيب مقدار ما يملا كوب من الماء، كوب الميه هتملاه بايه؟ برده هتبقى بالسنتيمتر مكعب. وايه اللي بيساوي السنتيمتر المكعب؟ الملي لتر، يبقى سنتيمتر مكعب او ملي لتر. طيب مقدار ما يملا زجاجه معدنيه، اللتر. خلاص يا سنه رابعه، احنا عرفنا ان اللتر والدي سي متر مكعب للحاجات الكبيره، والسنتيمتر مكعب والملي لتر للحاجات الصغيره، وانت ممكن يجيب لك في الاختيارات سنتيمتر مكعب او الملي لتر، تختار واحده منهم، يعني مش هيجيب لك الاثنين في اختيار واحد. طيب احنا زي ما احنا قلنا ان انا لو عايزه احول من الوحده الكبيره للوحده الصغيره بضرب، من الوحده الصغيره للوحده الكبيره بقسم. طيب نشوف كده تمارين كتاب المدرسه، بيقول لي اكمل 20 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ اول ما يجيب لي السؤال ده افتكر الدايرتين بتوعي، ممكن افتكر على طول الدايرتين بتوعنا، اول دايره كان فيها اللتر واللي بيساوي اللتر دي سي متر مكعب، والدايره الثانيه كان فيها ملي لتر واللي كان بيساويه سنتيمتر مكعب، وكان طالعة للصغير بضرب رجع لورا بقسم. تمام. طيب 20 لتر للملي لتر، انا هطلع من اللتر رايحه للملي، بعمل ايه؟ من اللتر رايحه للملي بضرب في 1000، يبقى 20 في 1000، هنزل الاربع اصفار والاثنين تنزل. طيب 7000 ملي لتر بتساوي كام لتر؟
خلي بالك انك هتطلع من الصغير رايح للكبير، من الصغير للكبير بقسم. خلاص طالع من الملي راجع عند اللتر، يبقى بنقسم هنشيل التلات اصفار يبقى يتبقى سبعه. سبعه لتر بيساوي كام؟ ملي لتر. السبعه لتر رايحه للملي بضرب، يبقى سبعه في 1000 تطلع بسبعه تلاف. طيب 20 ملي لتر بتساوي كام لتر؟ انا من الملي لللتر بقسم، انا هقسم على 1000. طيب هنقسم الصفر هيروح مع الصفر، اتبقى لك 2 على 100 اللي هي 2 من 100. 2 من 100. بعد كده بيقول لي ضع العلامة المناسبة اكبر او اصغر او يساوي. قبل ما نشوف العلامة المناسبة نفتكر ان اللتر بيساوي 1000 ملي لتر، فمعنى كده ان النص لتر بيساوي 500 ملي لتر، والربع بلتر بيساوي 250 ملي لتر، والتلات ارباع لتر بيساوي 750 ملي لتر. طيب نشوف كده، الربع لتر ولا 245 ملي لتر؟ الربع لتر يعني ربع الألف، يبقى 250، يبقى مين الكبير؟ أكيد 250. أنا حولت من اللتر للملي لتر. طيب واحد لتر ولا واحد ولا 150 ملي لتر؟ احنا حافظين ان الواحد لتر بألف ملي، يا الألف ولا 150؟ اكيد الألف. 750 ملي لتر ولا تلات ارباع لتر؟ تلات ارباع لتر انا حافظه اصلا هو بيساوي 750 ملي، يبقى يساوي. بعد كده 2 لتر ولا 2750 ملي لتر؟ ال 2 لتر هحولها لملي لتر. طب هحولها ملي لتر ازاي؟ ان انا بضربها في 1000، يبقى احط 3 اصفار، طلعت مين؟ طلعت 2750 ملي لتر، لان احنا متعودين من الترم الاول ان انا ما ينفعش اقارن ما بين الوحدات غير اما احولهم اخليهم زي بعض. هنا 500 ملي لتر، ربع لتر، الربع لتر 250، يبقى ال 500 هي الكبيره. 3000 ملي لتر ولا 30 لتر؟ هحول اخليهم الاول زي بعض، هحول من الملي لتر اخليه لتر، يبقى بقسم على 1000، يبقى التلات اصفار هيروحوا، يبقى في الاخر طلع التلاتين لتر. تمام، نشوف مع بعض اسئله كده من الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت. بيقول لي 5 ديسي متر مكعب بيساوي كام لتر؟ الله، انت لسه قايله لنا يا مس ان الديسي متر المكعب هو اللتر. طيب يبقى هتفرق في حاجه في تحويل هتحصل؟ لا، ده هما الاثنين كانوا موجودين في نفس الدايره، هما الاثنين كانوا موجودين في نفس الدايره، يعني كان اللتر والديسي متر مكعب في دايره واحده. خلاص، طيب معنى كده ان انا ولا هضرب ولا هقسم، انا هفضل في مكاني، يعني الخمسه هتفضل زي ما هي. تمام، طيب بعد كده بيقول لي سعة زجاجة مياه معدنية ممكن اقيسها بالايه؟ ومديني اختيارات، 1 لتر ولا 25 ملي ولا 10 ملي ولا 5 ملي. طبعا الزجاجه المعدنيه بقيسها بالايه؟ اكيد 1 لتر، ان الازازه تبقى باللتر. طيب اللتر بيساوي كام ديسي متر مكعب؟ انا لسه قايله ان اللتر والديسي متر مكعب في دايره واحده، ان هما حاجه واحده، يبقى اللتر اكيد بيساوي 1 ديسي متر مكعب. تمام، طيب بيقول لي 8500 ملي لتر بيساوي كام لتر؟ انا رايحه من الملي لللتر بقسم على 1000، من الصغير للكبير بقسم، الصفرين هيروحوا مع الصفرين، اتبقى لي 85 على 10 يبقى ب 8.5 او 8.5. 3.25 لتر بيساوي كام ملي لتر؟ 3.25 لتر بيساوي كام ملي لتر؟
انا عارفه ان الربع ده ب 250 والتلاتة يبقى 3 في 1000 ب 3000 واحطهم يبقى 3250. تمام يا سنه رابعه كده انا خلصت درس الساعه. دايما تفتكر ان اللتر هو الديسي متر مكعب، ولو اشهر سؤال بيجي دايما بيغلط عشان يلخبطك. 5 ديسي متر مكعب بيساوي كام لتر؟ بيساوي برضو 5 لتر، لاني انا قاعده في نفس الدايره ما اتحركتش من مكاني. يعني لو قال لك ال 6 لتر هي 6 ديسي متر مكعب، 4 لتر هي ال 4 ديسي متر مكعب. امتى هضرب في 1000؟ لو انا اتحركت من الدايره بتاعتي ورحت الدايره الثانيه، فانا لازم اضرب في 1000 واقسم على 1000 لو انا هرجع للدايره الاولانيه. تمام يا سنه رابعه. طب لو قال لي 2 سنتيمتر مكعب، 2 سنتيمتر مكعب بيساوي كام ملي؟ برضو هلاقي ان السنتيمتر المكعب في نفس دايره الملي. تمام، ما اتحركتش من مكاني، يبقى الاثنين هتفضل الاثنين زي ما هي. خلاص يا سنه رابعه كده درس الساعه بتاعي خلص. يا ريت نذاكر الدرس كويس بالتعريفات اللي فيه والتحويلات، ونفتكر ان تعريف اللتر هو ساعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 10 سنتي. خلاص، لما يجي يقول لك ساعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 10 سنتي دي ايه؟ دي اللتر. انك لو جبت الساعة زي ما احنا كنا واخدينها في العلوم الترم الاول، 10 في 10 في 10 تطلع ب 1000 سنتيمتر مكعب، وال 1000 سنتيمتر مكعب ده هو اللي بيساوي اللتر. تمام؟ والملي لتر هو ساعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 1 سنتي. كده يبقى الدرس بتاعي خلص. يا ريت نذاكر التحويلات كويس ونتدرب على الحل عليه كتير في البيت. بشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي.